صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 32 لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما صادق جلالة الملك المفدّى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وصادق جلالة الملك المفدّى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة. كما صادق جلالة الملك المفدّى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 35 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.